الحضور الكريم، تحية طيبة من مدينة كولن الألمانية الجميلة إلى كل زقاق وشارع ومحلة ومزار من مدينة المحبة والسلام، مدينة الزيتون بعشيقة وبحزاني. أهلا بكم جميعا وشكرا لحضوركم ومشاركتكم لنا اليوم في هذا الحفل الفني والحدث الكبير والمناسبة العزيزة علينا جميعا بأنغام الطبل والزرنة، وهي مناسبة طوافة شيخ ناصر الدين وشيخ بكر عليهما السلام. إننا نحتفل اليوم لكي تبقى عاداتنا وتقاليدنا وجذورنا شامخة وخالدة على مر السنين، ولكي لا ينسى أطفالنا وشبابنا وعوائلنا عاداتنا وتقاليدنا المتوارثة من الأجداد جيلا بعد جيل. والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا بالرغم من وجودنا في أوروبا ودول العالم، ونوعدكم أن نكون أكثر متماسكين بتلك العادات والتقاليد لأنها تعتبر هويتنا الإيزيدية. وتمنياتنا أن تكون احتفالاتنا مساندة ومتواصلة لاحتفالات أبناء شعبنا الإيزيدي في الوطن العراق العزيز على قلوبنا جميعا. دعوة لكل أبناء شعبنا الإيزيدي بارتداء الملابس الإيزيدية الفولكلورية القديمة في كل المناسبات الدينية وأعياد رأس السنة الإيزيدية. دعواتنا المستمرة برجوع كل المختطفات الإيزيديات الطاهرات إلى ديارهم مرفوعي الرأس ومعمدين بماء زمزم وعين البيضاء المقدسة في لالش النوراني. وفي هذا الاحتفال أوجه الشكر والتقدير والاحترام لجميع أفراد فريق العمل، كل من الأخ العزيز سلوان سلام، والأخ العزيز يزدان سلام، والأخ العزيز كرم عيدو، والأخ العزيز عيسى سبهان، وإلى الفرقة الموسيقية الفنان المبدع حكيم خضر جميع، والفنان المتألق فراس الياس، والفنان المتألق خالد ختاري، والمصور غازي كندالي. وأخيرا دعوة وطلب جماهيري بتشكيل جمعية مصغرة باسم جمعية مدينة الزيتون لمدينة كولن وضواحيها. أطيب وأمتع الأوقات نتمناها لكم جميعا في هذا الاحتفال والحدث الكبير. شكرا جزيلا لحضوركم. نحن برغم الإبادات الجماعية التي تعرضنا لها ولكننا بقينا والحمد لله، ورجعنا أحسن من الأول، وإن شاء الله جميع أيامنا أفراح ومسرات، ونتمنى الخير للجميع وشكرا. أخوان نحن جينا اليوم نسوي طوافة ناصر الدين وشيخ بكر عليهم السلام، وهالطوافاتنا كلها كمساندة قلنا لكم لطوافات الجماعة الموجودين في العراق اللي كلوا فد كلمة معينة أو كلوا فد شيء معين خلي يحكيوا في في هالمناسبة الطيبة والعزيزة علينا. أسامة إذا كلك كلمة سرمت داو. احنا أول شيء كل عام وكل اليزيدين في كل العالم خير وسلامي، نتمنى الخير والسلام لكل جماعتنا في المهجر وفي الوطن، ونتمنى يبقى الخير يعني والمحبة دائمة بيناتهم، وإن شاء الله ما نفترق أبدا عن هذه الأفراح والأيام الحلوة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. نوفل كل عام وأنتم بخير. مناسبة الطوافات بعشيق وبعزاني واليزيدي عامة، طبعا اليوم التقينا أهل مدينة كولن جماعة بعشيق وبعزاني في كولن، والحمد لله والشكر الحضور الجماهيري كان ممتاز جدا،
وطبعا اللبس كان ممتاز جدا، اللبس القديم لبس اليزيدي، وهذا الشيء يعتبر بالنسبة لنا يعني موروث بنحافظ عليه، وإن شاء الله بالرغم بأنه إحنا كنا في أوروبا كنا بعاد على أهلنا، ولكن يعني كان اليوم الحضور جدا ممتاز والحفلة ناجحة، وأشكر طبعا الساهموا في هذه الحفل وفي نجاحها، وكل عام وانتم بخير والقادم أفضل إن شاء الله. في البداية نقول كل عام وانتم ألف ألف خير لجميع أبناء المكون اليزيدي في العراق وجميع أنحاء العالم. نتمنى إن شاء الله كل سنة عم الخير والسلام على أبناء المكون اليزيدي، وإن شاء الله سنة عن سنة تكون أحسن، نمارس طقوسنا وعاداتنا حتى نحافظ على موروثنا ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الورثناي من أجدادنا، ونعلم لأولادنا يمارسون هالطقوس الدينية والمراسيم والاحتفالات لتنا في الطوافات والصوم وعيد غاس السنة. ونتمنى الخير والسلام للجميع، ونشكر جميع الإخوان في مدينة كولن اللي ساهموا في نجاح هذا الحفل في مناسبة طوافة ناصر الدين وشيخ أبو بكر عليهم السلام، ونتمنى الخير والسلام للجميع. شكرا جزيلا. كل عام وابناء الديانة اليزيدية إن شاء الله بألف خير وسلام، نتمنى دائما الأمن والأمان يعمر بعد جماعتنا اليزيدية، وشيء جميل جدا يتجمعون أبناء الطائفة اليزيدية في هكذا مكان، يتجمعون على محبة والتوافق والانسجام، وشيء جميل جدا أنه أبناء الديانة اليزيدية كانوا اليوم كلهم لابسين الزي الشعبي، والتفاهم والتواصل كان شيء جميل جدا. إن شاء الله دائما الأمن والأمان يعم ونتجمع بخير وسلام. هالحفلة الفنية بمناسبة طوافة الشيخ بكر وناصر الدين التقينا مع أحد الأخوة المشاركين من أهل سنجار. أخو، كيف قشعت الحفلة اليوم والطواف اليوم لناصر الدين وشيخ بكر؟ بشي خيراتنا همو خلقي خوي بعشق وبعزاني كل قلقي خوش براستي، وأم مشاركة بيرا كرو أم بيرم هادر بدري وجمايا شيخ بكر وناصر الدين الخلق خوي بعشق وبعزانة بيروزي كن، وخلق خوي ولاتي شيخ وشنغالي وولاتي شيخ فرقايا كشما هموانينا، وقال لك ما خوش بو براسي جمايا قال لك يا خوش قال لك يا بيروز بو، وكيف عمم أم مزار خو وعائلة خو همو هادر بدري قال لك بهالمناسبة الحلوة. التقينا مع مجموعة من بناتنا الفزية اليزيد الفلكلوري الجميل جدا جدا، ونطلب منهم فتكلمي حلوة بهالمناسبة العزيزة. تفضلي. الحلوي والطيبي طوافة ناصر الدين وشيخ بكر، نلتقي مع أحد الأخوة من أهل بعشيقة راح يحكي لنا على اللي وشعه اليوم والمناسبة كيف كانت طيبي والأوضاع كيف كانت وكيف كانت الحفلة. طوافي كانت طيبة اليوم، أجواء حلوة، وكل شارك من كل الأهل والأصدقاء والمحبين من كل المدن اليزيدية الجو والمناطق، و حديقة طيبة للعالم العوائل ناس طوبة ناس الدين وشوبكة حضرنا من ضبمون جينا لكون عم مشاركة هنا وناسنا في مدينة طوبة. مدينة طوبة. زين انت ساعك انت لابس لبس اهل سنجاح، ليش اللبس اليوم هاللبس يعني ليش ما لبس غير لبس زي الإيزيدي الفلكلوري القديم حتى نبقى متمسك بعاداتنا وتقاليدنا وحتى تبقى جذورنا موجودة في هالأرض هايزي؟ صحيح كنا في أوروبا كنا في دول العالم، بس نبقى لبسنا القديم
يعني عاداتنا وتقاليدنا تبقى هويتنا الإيزيدية. شكرا أخي، شكرا جزيلا. يسعد على الجميع، وسلامي على الأهل وأصدقاء في العراق وفي العالم. شكرا لكم الشباب ما قصروا، حظك طيب كثير. شكرا لك إن شاء الله. طبعا التقينا اليوم مع الأخ والجار العزيز أيوب أبو أنمار. أيوب ارتدى الزي التراث اليزيدي الأصيل. أستاذ أيوب، أنا آسف، تفضل. زاد فضلك. كيف قشعت الأجواء اليوم في طوافة الشيخ بكر وناصر الدين؟ والله طبعا نشكر جميع الحضور، ونشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذا الحفل. نشكر الأخ العزيز سلوان وبادرك، يعني كل شيء كويس كل سنة يبادر فيها، ومناسبة كل شيء عزيزة علينا. احنا لبسنا هذا اللبس التراث اليزيدي، نحافظ على التراث التقاليد، ونشكر هالأخوة كلهم اللي جو حضروا هذا الاحتفال، والكرنفال الجماهيري الكبير، وطوافي كل شيء مناسب، يعني كل شيء طيبي. ونتمنى كل سنة تنعاد علينا وعلى الجميع، ونعيد للأمة اليزيدية كلها ولمدينة الزيتون وللكل إن شاء الله. نتمنى لهم الموفقية والنجاح إن شاء الله نحو الأحسن والأفضل إن شاء الله. انت كتخشع حال طوافات اللي نسويها، ولو هي طوافات يعني مثلا نسوي طوافي ويعدي بقعه مثلا كاكو في بحشيقه وبحزاني تقريبا 10-15 طوافي. طوافتنا اللي نسويها الساعه كي مسانده لطوافات مدينه الزيتون لو مسانده؟ اكيد اكيد مسانده. اي نعم نعم، من لا ترى يعني اني مش سويت طوافي صغيره هوني، والاجواء طيبه، اجواء كويسه وكلها يزيدي. شكرا من ابو انمار، على عيوني جزيلا، على راسي. على وجهك. بهالمناسبه الطيبه حبينا نلتقي مع الاخ ميلاد دخيل. ميلاد، كيف قشعت الاجواء اليوم في طوافه ناصر الدين والشيخ بكر على هالتجمع الطيب؟ صح تجمع، مو بس تجمع مدينه الزيتون، ابناء مدينه الزيتون، وانما صح فيه ولات الشيخان، صح فيه سنجاق، صح فيه من بوزان، من باعذرة، وكل المناطق اللي زيدي التقت، وصارت حفلة كلش طيبين. انت اشنو رأيك في الشيء اللي قشعته اليوم واللي صار قدام عينك؟ بلا زحمي جاوبنا. اول شيء مساء الخير استاذ عدنان، امسي على الحضور كله. الحمد لله يعني اليوم جمعنا كلتنا طوافة ناصر الدين وشيخ بكر بعزاني وبحشيقة، و كان من جماعة ولاط، جماعة سنجاخ يعني، وبعزاني وبحشيقة، وأكسخ من المدن يعني، حتى مو يعني من سكان كولون كانوا أكسخ، يعني داير مدار كولون مثل غيفل، فرانكفورت، هوس كلتهم يعني، يعني صارت كمل فرصة اليوم قشعنا الله وتعرفنا على الله، والحمد ان شاء الله دوم تكون على طول كل سنه تنعاد، ونخشى عم بخير وسلامه، وان شاء الله انعاد الامن والامان هم على عراقنا في الضيعه، وان شاء الله دوم غايم يفرحون ويكيفون، والحمد لله على كل شيء الكسير. ولولادنا شويه هم يتعلمون يعني على عاداتنا وتقاليدنا على متلين سونا هوني، يعني شيء كويس كثير للغايه. صراحة يعني زي الإيزيدي يعني الأصيل، صراحة اليوم أنا ما لبستو لأن كجيتو من الشغل يعني لهوني، يعني شوية كانت سريعة، بس الحمد لله يعني كحشحهم كلتهم بالملباس زي الإيزيدي، والله يعمل الفرح الدوم على جميع إن شاء الله. شكرا ميلاد، شكرا جزيلا.